الخطوات التي تمت خلال الأيام السابقة تمت بشكل فوقي وشكل فردي، ولم يتم عرضها لا على مجلس السيادة ولا على مجلس الوزراء، وإنما هو تحرك من سيد البرهان والدكتور عبد الله حمدوك. الكلام عن انه اجهزه الحكومه يعني اتفقت على هذه الخطوه، هذا الكلام عاري تماما من الصحه، لانه لم يناقش. الاتفاق او الاختلاف ليس هو المشكله، انما المشكله في طريقه اتخاذ القرار في امر كبير وخطير بهذا المستوى من بضع افراد سمحوا واعطوا نفسهم الحق في ان يحسموا قضيه هي قضيه خلافيه ويمكن ان تجر احتقانات ويعني تدخل البلد في مشكلات، الرغم من ما يعني يسار حولها من تجميل وترقيع وتلميع وهكذا، ولكن هي ليست قضية بهذه البساطة. ما الذي سيجنيه السودان فعليا من وراء التطبيع مع إسرائيل؟ هذا هو السؤال الذي يعني ننتظر جميعا من الإخوان الذين سمحوا لنفسهم بالمضي في هذا الاتجاه أن يجيبوا عليه.